سي خالد اللي قلناش باسم مسوس 24 وجميع الزوار ديالها كنهنوك على الاختيار ديالك اليوم كمفتش اقليمي لحزب الاستقلال عن تارودانت الجنوبيه. اش يمكن لك تقول لنا في هذا اليوم هذا والناس الاستقلاليين جميع المخارطين ديال الحزب؟ بغيت نوجه الشكر الجزيل لجريده بروجيس 24 على الاستضافه. هو اليوم كان واحد مجموعه الاحداث اللي كانوا استثنائيه بالنسبه لتارودانت، هو انه في اطار الدوره ديال المجلس التحليمي للحزب في اقليم تارودانت، الحدث الاول هو انه الامين العام لحزب الاستقلال السي حميد شابات قام بتراس ولاول مره المجلس التحليمي في هذا الاقليم العتيد والعريق والمواطن. الحدث الثاني هو انه اللجنه التنفيذيه قامت بالاستجابه الى توصيات الدوره السابقه المجلس الاقليمي لتارودانت، حيث طالبات بتعيين مفتشين بالاقليم نظرا للشساعه ديال الاقليم انه يتكون من 89 جماعه قرويه. وفعلا تم تدارس هاد التوصيات وكان بالقبول بتعيين مفتش في تارودانت الشماليه ومفتي في تارودانت الجنوبيه، وكان لي الشرف كنعتبرو انا تكليف كما هو تشريف تعيني على راس المفتشيه الاقليميه لتارودانت الجنوبيه. وكنتمنى ان شاء الله نتمنى ان شاء الله بانه نزيدوا لقدام ان شاء الله ونتقرب اكثر من المواطنين، وهذا هو الهدف الاول ديالنا، ونقوي ان شاء الله الحزب تنظيميا لكي يكون قريبا من المواطنين. شكرا سي خالد مره اخرى كنهنوك وكنتمنى لك التوفيق في العمل ديالك. شكرا جزيلا. شكرا.